سالم من الأردن. يا سالم أخي، السلام عليكم. وعليك السلام يا سالم، يا مرحبا. شلونك يا شيخ؟ خير الله يسعدك، آمرني يا سالم. أنا أحبك في الله. الله يسعدك إن شاء الله. أنا دخلت التاريخ من أوسع أبواب وإني حكيت معاك. متى؟ اليوم باللحظة هاي. الله يسعدك. من الأردن؟ الله يسعدك. من الأردن. من وين؟ من وين؟ من الزرقاء. أوه، أي منطقة في الزرقاء؟ بالزرقاء جديدة بحي المصفاة. والنعم، إيه حي المصفاة، إيه معروف معروف. حياك الله، جيرت الله بس تجي على الأردن مع زيبك. إن شاء الله الأسبوع القادم في الأردن أنا. يا جيرت الله مع زيبك. إن شاء الله إن شاء الله. منشف بلدي عكيس كيفك. آخ أجمل أكلة، إن شاء الله. يا ريت صحة وعافية على قلبك. الله يسعدك يا سالم، أمرني يا سالم، أنت من أي عائلة؟ يا أمر، أنا والله من بني حسن. أوه والنعم. والنعم منك. والنعم. والنعم من أطلعك. والنعم 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 والنعم. والنعم منك الحشم. بنو حسن، يعني أنا درست مع الشباب من بني حسن، أشهد إنه فيكم مرجلة. ما عليك زود. وإنكم رجال. ما عليك زود. واللي يستند عليكم، اللي يستند على بني حسن ما يطيح. ما عليك زود، والنعم منك، والنعم منك. يا مرحبا. الحشم. أنت تامر وتامر وتامر. ما يأمر عليك ظالم، ما يأمر عليك ظالم. آمين إن شاء الله، تفضل. الله يزيد فضلك يا شيخ. أنا مريت بفترة من مدة تقريبا سنتين وصارت عندي مشاكل عائلية. نعم. والمشاكل العائلية صارت مشاكل عائلية مع والدتي ومع مرت أخوي وإخواني وخواتي. توسعت. يعني مشاكل عائلية كثير. نعم. فالمشكلة والدتي صارت، المشكلة تزيد توصل للمحاكم. أوه. يعني صارت والدتي تروح تشتكي. Hey. أول شكوى علي ذم وقدح تحقير. الشكوى الثانية نفقة. للأم. الشكوى للأم. والدي عايش. نعم. الشكوى الثالثة ادعاء والدي، ادعت علي أني أنا هاجم عليها وضاربها، وجابت تقرير طبي وحلفت علي يمين بالمحكمة. يا ويلي. والمحكمة وقفتني 8 أيام. كل هذا مش موضوعي أنا، موضوع الآن الوالدة لما حلفت علي يمين كذب. شو قصتها؟ شو سالفتها؟ شو موضوعها؟ يعني أنا مش فاهم. يمين غموس هذا والعياذ بالله، يعني وإثمه لا يخرج منه إلا بتوبة نصوحة ورفع الضرر عمن وقع عليه الضرر. يعني تبقى أمك. أنا ولا أنا ناكر. إيه تبقى. أنا أشاعر فيك وأعلم مصابك إن هذه أمي وتفعل وجرتني للمحاكم وحلفت علي زورا وبهدلتني في المحاكم، لكن أعظم 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 ما تجنيه الأم على أبنائها إذا كانت تأمرهم بالكفر. فنحن نقول لك اصبر واحتسب وأدخل كبراءكم وبني حسن ما تخلى، أدخلوا كبراءكم في هذا الأمر. تمام. يعني أنا نصيحة. يعني أنا أما من ناحية طبعا. الشرع فليس لك إلا الصبر وبالتي هي أحسن. الله أمرنا مع العدو ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وهذا عدو، فما ظنك أنت في الأم؟ صحيح. فما أجد مخرج يا أخي سالم. أنا بالشيخ بدي كمان أضيف لي معلومة، يعني شو يعني اليمين اللي حلفته على القرآن؟ شو عقابه عند ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني غلظ في اليمين الغموس، لكن ليس له كفارة إلا التوبة والاستقامة والتوبة النصوحة، التوبة لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. آمين يا رب. أنا أحبك بالله. الله يسعد قلبك. أنا أنصحك نصيحة أخ سالم. أمرني. وبني أمر. حسن أو بنو حسن أرفع من أنا أنصحهم. والله ما عليك زود، أنت عراتك أنت تزيد العلم علم. الله يسعدك. وسع صدرك قدر ما تستطيع. الحمد لله رب العالمين. إذا سمعت من أمك كلمة تؤذيك ضعها في رف أنها الوالدة، العفو أمي. ما لا يحق لك الإساءة مهما كانت الأم. الرجل لا قدر الله لو أمه كانت بغية وجب عليه برها، فما ظنك إذا كانت امرأة؟ فنصي امرأة على يعني على حزم وشرف،
فليس لك مخرج إلا البر والدعاء. الله يهديها ويشرح صدرها ويحنن قلبها عليك يا سالم. آمين 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 يا شيخ. جيرت الله عليك جيرت الله عليك. بتصل على الأردن مع عزيبك مشان الله. يا بعد قلبي الحين أخذ رقمك أنا مشان الله. منسف بني حسن ما يتفوت ويزم مشان والله على النار وعكير كيفك. والله غير حنار. الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك. انا الحين اخذ رقمك ابشر من عيوني. تسلم عيونك تسلم. الله يسعدك يا اخوي. يا مرحبا. شكرا يا شيخ. يا مرحبا يا سالم. شكرا اهلا يا شيخنا اهلا. انا في الجامعه درست مع بني حسن اشهد فيهم مرجله استند عليهم ما تطيح. نعم